أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو حمام النساء المرعب خطاف السبايا في تونس. رغم يقين الأغلبية أنه يبتلع الصبايا، فابتلعتها الأرض وبقي شعر الصبية ينبت في كل ليلة من بين شقوق أرض الحمام. حمام الذهب أو حمام الرميمي بباب السويقة في تونس العاصمة، ذلك المكان المحفوف بالألغاز والأساطير، ذلك الحمام الذي سمع بحكايته الكثيرون في تونس. ما قصة هذا الرعب المرتبط بذكر اسمه، بل لدرجة أنه وقع إغلاقه في فترة ما نظرا لكثرة الحديث عنه وعن البنات اللاتي فقدنا داخله؟ دعونا نتعرف عن هذا الحمام المرعب، أو كما يسميه البعض حمام الذهب خطاف السبايا. هذا الحمام الأسطورة المحفوف بالغموض والحيرة، ذلك أنه اختفت بداخله فتاة لا يعرف سبب اختفائها إلى يومنا هذا، ونسجت عن هذه الواقعة التي يحكى بأنها حقيقية الكثير من الأحاديث والحكايات وحتى الخرافات والأساطير المخيفة. بداية، يقع حمام الذهب أو حمام الرميمي بالمدينة العتيقة بباب السويقة جوار سيدي محرز، ويعتبر من أقدم الحمامات في تونس. يسمى ببلاع السبايا أو خطاف السبايا، أي ملتهم أو مختطف الفتيات، وذلك لأنه شهد اختفاء فتاة في ظروف غريبة. سأروي لكم باختصار أكثر حكايتين متداولتين عن هذا الحمام لدى العامة والكبار من الرجال والنساء الذين عايشوا الحادثة. الحكاية الأولى أنه كانت هناك أم هي وابنتها داخل الحمام لوحدهما، وفجأة لاحظت الأم أن الحوض داخل الحمام بداخله ذهب كثير، فطلبت الأم من ابنتها أن تنزل لقاع الحوض وتمد لها الذهب. فنزلت تلك البنت إلى الحوض وصارت تمد لأمها الذهب، وبينما هي بتلك الحالة أحست البنت بشيء يجذبها من قاع الحوض، قيل أنه الجان حارس الذهب. فصارت البنت المسكينة تصرخ طالبة من أمها أن تساعدها على الخروج من الحوض، لكن الأم أعمى الذهب بصيرتها، فكانت تقول لابنتها مدي لي مزيدا من الذهب، إلى أن اختفت البنت في قاع الحوض وظل شعرها طافيا في المياه. ومن ثم أحست الأم أنها اقترفت ذنبا لا يغتفر، فكانت تأتي كل ليلة للحمام ومعها مقص لتقص شعر ابنتها الذي كان ينمو كل ليلة، ولكي تستر خطيئتها الكبيرة. ومن هناك أطلق على الحمام اسم حمام الذهب بعد أن افتضح سر الأم وروت للناس الحكاية. وأما الحكاية الثانية فهي أنه في يوم زفاف إحدى الفتيات بباب السويقة، ذهبت تلك العروس للحمام رفقة فتيات، ولكنها جلست لوحدها تستحم داخل غرفة بها حوض كبير، وعندما دخلت الحوض اختفت داخله وصارت تصرخ. فأسرعت الفتيات التي كن في رفقتها لطلب النجدة، فجاء زوجها والأهالي وأخذ فأسا وصار يضرب جدار الحوض، ولكن صوت الفتاة صار يبتعد شيئا فشيئا إلى أن اختفى. فصار كل العامة والسكان يرددون هذه الحكايات، والأهالي يمنعن الفتيات الذهاب لهذا الحمام المرعب، مما تسبب في إغلاقه فترة من الزمن. ولعل جهل البعض من الناس جعلهم يربطون حادثة اختفاء الفتاة الغريبة بعالم الجان، وهو ما زاد الأمر رعبا وأسطورة. لكن يستبعد الكثيرون هذه الحكايات ويراها خرافات وغير معقولة، ويرى في اختفاء الفتاة واقعة غريبة، ولما لا تكون جريمة ارتكبت داخل الحمام وذهبت حقيقتها في عالم الخرافات والأساطير التي يرويها الناس ومتساكن المدينة. هذه قصة هذا المكان المحير إلى يومنا هذا. إذا كنتم تعرفون حكايات عنه فأخبرونا إياها بالتعليق أسفل الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.